السلام عليكم شباب صبايا، شو أخباركم؟ إن شاء الله جميع بخير. With respect to the homework، طبعا in the first part مطلوب منا reproduce a figure، يعني you have to redraw the figure. What is the given؟ Given that there is a circle center O diameter AB where OA equal OB equal 3. هلا ممكن كان يجي يقولنا where the diameter AB equal 6، يعني you have to know that then the radius equal 3، أو ممكن يقول C center O radius 3 كمان بتعرفون فتحة البكار 3. طبعا هون أعطاك إياها بالشكل هيدا، يعني أنا to draw this figure. مثل ما قلنا قبل إنه كمان عملية رسم الجيومتري ما بنقرأ السؤال كامل، part part. أعطيني سيركل سنتر أو دايمتر أي بي، معناته بدي أفتح البكار أنا 3 سنتي من عند مركز معين، وأعمل اللي هي اللي بالبكار أعمل الدائرة المطلوبة مني. طبعا بتحطوا انه عندي اسمه دايميتر اي بي. طبعا انا عم اعملها بايدي لانه صعب تنعمل معي هون باستخدام الالات الهندسة. طبعا بنحط الجيفن 3. اعطيني بي اذا بوينت on the line on the semi line. هلا semi line، هلا لو قال لي هيك يعني بدي افهم between A and B on the segment. لما قال لي in the semi line، عفوا هون semi line هيدي مفتوحة، شو يعني from A ل B للجهة الثانية. هلا ممكن تطلع هون، بس هو عم بقول لي بحيث ال OB 5 اذا من هون من O اكيد مش هتكون لهي الجهة لانه عند ال A مسكرة close، فاذا بدك تحطه 2 سنتي وتحط النقطة اللي هي اسمها بي وتحط 2. هلا اعطيني النقطة اي، نقطة على السيركل بحيث البي اي 4. طبعا كيف بدي اعين نقطة بحيث المسافة 4؟ تفتحوا البكار 4 من عند البي بتعملوا ارك، حال ما بيقطع الدائرة بتكون هي النقطة اي، بتكون هاي المسافة هي 4 سنتي. عيل الدي اذا التانجنت تو سي ات اي، معناته عند الاي بتعرفوا بتحطوا الرايت تريانجل هون، بتعملوا رايت ترينجل، بتحطوا سات سكوير عند الاي وبترسموا التانجنت. طبعا بتعرفوا انه التانجنت طبعا عندي ما ضبطت معي، بتظبطوها انتم بحيث يكون 90 ديجري. وقايل لي بي اي اند دي، طبعا هيدا اللاين اسمه دي ما ننسى نحطه، وهيدي الدائرة اسمها سي. عم بقول لي البي اي هيدا اللاين بي اي، اذا بمده اكيد بنمد لفوق لانه اكيد من تحت ما حيقطع، بنمد الخط بحيث يتقاطع بنقطة اسمها جي. هلا في بعض الطلاب عملوا شغلة غلط وقعدوا يقولوا لي انه منه تانجنت وهي الشغلة، يعني كيف مثلا نعطي مثال. مثلا بعض الطلاب من هون لهون 3، البي اي على مسافة 2، عم يجوا انه اخذوها غلط، وجا بده يعمل ار طلعت معه نقطة هون اللي هي نقطة اي مثلا على مسافة 4. اكيد هون هيدا اللاين اذا بدي مده بطل تانجنت هيدا اللاين، هذا صار سيكنت هيدا اللاين. فانتبهوا حسب الجيفن لازم، اذا عاطينا 3 3 فانتبهوا للجيفن بالرسمة. نيجي للفرع اللي بعده. طبعا بارت 2A اعطيني بروف ذات ريكوايرد تو بروف ذات ذيس لاين هيدا اللاين بي اي، انه هو مش لانه اكستيريور ولا انه سيكنت هو تانجنت. طبعا لنبرهن لاين تانجنت، اتفقنا نبرهن لاين يكون تانجنت للدائرة، لازم نبرهن انه at the point of contact with the circle it makes an angle 90 مع السنتر مع الراديوس. فمعناته انا اللي برهن هيدا الخط تانجنت لازم برهن هيدي الزاوية 90 اللي هي between اللاين وبتوين مين الراديوس. وما تنسوا انه هون جيفان 3 3 هيدي 2 وهيدا 4، كل شيء معي جيفان بحطه. طبعا ما ننسى انه هو كمان A 90 لانه التانجنت هيدا هو اعطاني اياه. فاذا لتبروف تانجنت لازم نبرهن هيدي 90. هلا تبروف 90 عندي كتير طرق، في موضوع يكون ثلاث شقف قد بعض، يعني انا لبرهن هيدا 90 ممكن يكون عندي على الكونفرس او ميديان ريلاتيف تايب تونت. اذا معي من برا بالمثلث الاضلاع من برا كونفرس اوف فيثاغورس، اذا معي فور اكزامبل ال اكسس اوف سيمتري، يعني اذا انا عندي مثلا انا هيدا المثلث اللي بدي برهنه رايت، ممكن يكون هو عبارة عن
ايسوسيلس تريانجل، يعني انا عندي ايسوسيلس تريانجل وفي هون مثلا ميديان، فهيدا اكس اوف سيمتري، فمعناته هي 90. طبعا استخدموا الاكس اوف سيمتري بده يكون المثلث اكبر هنا رايت وجزء من مثلث اكبر منه ايسوسيلس. طبعا هم عندي اياه ممكن بالانسكرايبد انجل، بس هم حتفكروا فيها نهائيا لانه ما عندي انا دايمتر، لانه الاو بي خارج الدائره. فاذا هون حنشتغل على الكونفيرس اوف فيثاغورس بالمثلث او اي بي. طبعا هيدا الاو بي طوله 543، طبعا واضح انه هيدا الاكبر واللي هو انا بتبنى 90. يعني انا اذا ضعت وين الاكبر باليسات 5، وهون ال 90 يعني اجبار هيدا الهايبوتينوس. هذا بالنسبه لبار 2a تو بروف رايت، حناخذ الاو بي سكوير از ات ايكوال او اي سكوير بلس اي بي سكوير. طبعا الاو بي سكوير هي 5 سكوير، از ات ايكوال الاو اي هي 3 سكوير، والاي بي هي 4 سكوير، بيطلع 25 ايكوال 9 بلس 16 يعني ايكوال 25، يعني تيز ترو. سو وي كان سي ذن تريانجل او اي بي از رايت ات اي، طبعا الريزون باي كونفرس. فيثاغوراس رول. طبعا هو ما طالب مني برهن رايت، طبعا احنا برهنا بنحطها، هو طالب مني برهن تانجنت، ولانه اللاين عامل 90 مع الريدس معناته تانجنت. فاذا وي كان سي ذات ذن ذيس لاين اي بي از تانجنت تو سي. السبب انه ذيس لاين ميكس انجل 90 ديجري طبعا ويز راديوس. بنيجي للبارت بي، عم بقول لي ديديوس زاد، وطبعا لما قال ديديوس يعني يو هاف تو ديديوس فروم ذا بريفيس بارت. شو انا برهن بالبريفيس بارت؟ انه بي اي تانجنت، يعني هيدا اللاين تانجنت. بدي استنتج انه جي اي ايكوال جي اي، طبعا انا ما زال عندي هيدا التانجنت، فاذا كمان جي اي فينا اعتبره تانجنت، فاذا هيدا تانجنت اللاين. وجي اي تانجنت انتو بتعرفوا اذا عندي تو تانجنت درون فروم ذا سيم بوينت تو ذا سيم سيركل ذي ار ايكوال. فاذا هيدي باي يوزنج ذا بروبرتي، فاذا فينا نقول جي جي اي ايكوال جي اي الريزون سبب تو تانجنتس درون فروم سيم بوينت تو سيم سيركل ار ايكوال. هاي قلنا ضروري نحفظها. نجي للبارت نمبر 3. تمام بالبارت 3 شو عم بقول لي؟ given that جي اي ايكوال جي اي ايكوال اكس، فاذا جي اي ايكوال جي اي ايكوال اكس. طبعا ما في كان داعي يقول لك انه بيساوي جي اي لانه انتم برهنتوا تو تاني فروم سيم بوينت سيم سيركل، بس هو ليأكد عليكم اذا ما انتبهتوا. اعطيكم الجي بي كله اكس بلس 4، طبعا كمان ممكن كمان ما يعطيكم اياه لانه انتم لازم تعرفوا الجي بي كله هو عباره عن اكس بلس 4، وير اكس از ميجر اوف لينكث ان سنتيمتر. يعني معنى تاني هون لازم تفهموا الشغله، اذا طلع معي تو سوليوشن طلع معي برودكت، اذا طلع نيجاتيف بنقول ريجكتد لانه هو قايل لي لينكس، فبتعرفوا لينكس لازم يكون بوزيتيف نوت نيجاتيف. عم بقول ابلاي في ديكورا سي من ترينجل اي PJ by then this triangle بالlarge triangle to apply for the Pythagoras theorem to calculate X. طبعا احنا قلنا اللي بوج 90 هو الهايبوتينوس، فاذا بدنا نقول ببارت 3a بدنا نقول JB square is equal AJ square plus AB square Pythagoras rule. عندي JB هو عبارة عن X plus 4 all square، ال A J هو عبارة عن X سكوير، وال A B عبارة عن 8 لأن هذا كله عبارة عن 6 بلس 2 هو 8. طبعا هيدي اللي نعملها expand هي عبارة عن rule، هي A بلس B all سكوير، هي A سكوير بلس 2 ب A ب B بلس B سكوير is equal X سكوير بلس 8 سكوير. طبعا بنعرف نحل هاي المعادلة، بدنا نعمل لها نشيل سمول براكت بتصير 8x بلس 16
is equal x square plus 64. طبعا واضح ان الاكس سكوير هتروح مع الاكس سكوير، ولو ما راحوا مع بعض كنا بنضطر اعمل لها تشينج تو زيرو احولها للبرودكت لانه نوت لينير، بس لانه هيروح هتصير لينير ايكويشن ساعه الاكسات على جهه اقرا مع جهه، فهاخد الاكسات على جهه is equal والأرقام على جهة، وال 16 لما تنقلوها ما تنسوا تنقلها بشريطة، هيصير عنا هنكفي هون، بصير عندي الأكس سكوير راحت مع الأكس سكوير، طبعا عفوا هاي 16 احنا نقلناها صارت على الجهة التانية، بضل عندي 8 أكس على جهة is equal 48، بتعرفوا الأكس equal 48 على 8 is equal 6. هلا بارت بي صار فيني اعرف اذا الاكس 6 يعني هيدا صرت اقدر اعرفه، صرت اعرف اقدر اعرف الجي بي، وعم بقول لي انه deduce the triangle ABG is a right isosceles. طبعا مثل ما قلنا انه الاي جي هو اكس يعني بتساوي 6، واذا بنطلع على الاي بي هو كمان عبارة عن 3 plus 3 is equal 6 لأن هو عبارة عن OA plus OB. من هدول الاثنين يعني we can say that then triangle ABJ is isosceles. طبعا هو بقول لي برهن right isosceles، كان فينا نقول هون إذا بدكو إنه الـ A كمان 90، بس حكتبها هون بط الـ A 90 لأنه tangent perpendicular to radius. معناته تريانجل ABJ is right isosceles، السبب isosceles plus right angle. بيجي للبارت نمبر 4 عم بقول لي show that OG passes through the midpoint للAE. إذا جينا للAE بالنسبة لل AE إذا بصلناه وال JO، طبعا واضح إنه أنا عندي هون axis of symmetry اللي هو JO، اللي هي البروبرتي بتقول إذا عندي two tangent وأنا عندي هون two tangent line joining the center with the point drawn from the tangent this line is called axis of symmetry، معناته بكون perpendicular bisector لمين؟ لل AE. فإذا حنقول part 4 إنه أنا عندي جي A equal جي E proved. طبعا لازم يكون عندي 2 tangent تقدر تستخدمه الـ axis of symmetry، then جي O هو axis of symmetry reason، هاي مهمة جدا، قلنا line joining center with the point drawn from it tangent. هيدا اللاين عم بوصل هالنقطتين اللي هي السنتر مع الرسم من التانجنت is called axis of symmetry. معناته بقدر اقول then النقطة ال OG بيمرق passes through the mid point for AE، طبعا ليه property of axis of symmetry. In part 5 طبعا عم بقول لي جي بي cuts C in second point اللي هي اسمها F، طبعا we have to join جي بي، هذا متوصل من جي لبي، طبعا بيقطع السيركل بنقطة اسمها F، هاي نقطة اسمها F. المطلوب مني to show that this point F is midpoint لمين؟ لجي بي. بدي برهن انه هاي النقطة F هي ميد بوينت للجي بي. طبعا لتبرهنه ميد بوينت، لما بنقول ميد بوينت في طرق كتير للميد بوينت،
في الكونفرس اوف ميد بوينت سي انم، يعني 1 ميد بوينت مع بارلل، مع بارلل بتكون هاي النقطة ميد بوينت باي كونفرس اوف ميد بوينت سي انم. ممكن على البروبرتيز اوف بار، يعني اذا برهنتوا بار على الدياجون على الصايد مش على الدياجونال، تقدروا تستنتجوا اذا عندي 1 ميد بوينت هون اجبار تكون هي ميد بوينت للتانية. ممكن على موضوع الرايت تريانجل، اذا انا عندي الطول قد نص هاي هو رايت، اذا طول قد نصها هو رايت بتعرفوا معناته انه بيكون هيدا نقطة ميد بوينت، لانه بالميديان ريلاتيف تايم بتكون سيكوال هاف اوف ات. وفي عندي موضوع الاكسس اوف سيمتري بالايسوسيلس تريانجل، اذا عندي ايسوسيلس ففي شيء اسمه بروبرتي اوف اكسس بيكون بيربنديكولار بايسكتور. فبتشوفوا شو اللي معنى اياه، اللي معنى اياه انه انا بدي برن هيدي ميد بوينت. اذا بتلاحظوا هذا المثلث وهيدا البارت منه سهل كتير من الطلاب ما عرفوا، اذا طلع هيدا المثلث احنا برهناه رايت ايسوسيلس، وما بهمني موضوع الرايت بهمني الايسوسيلس انه هيدا سايد ايكوال هيدا السايد. فانا هعملها هون زي رسمة صغيرة، انا عندي هون في مثلث اسمه اي بي جي هيدا ايسوسيلس، مطلوب مني ابرهن هيدي ميد بوينت تاعت البيز لانه هيدا البيز. اذا قدرت برهن انه هيدا هو الاكسس، يعني انه هو هايت، طبعا ليه فكرت بالهايت؟ لانه اذا برهنته هايت بيكون بنفس الوقت ميديان لانه اكسس سيمتري. اذا جيت وصلت هيدا الخط الاي اف هتلاقوا انه هيدا الزاوية 90 لانه انسكرايب انجل فيسنج دايميتر، ما دام الاف على الدائرة وفيسنج دايميتر بتعرفوا الفيسنج دايميتر هي 90، معناته صار هيدا اللاين هو هايت، والهايت ريلاتيف تو بيت لانه هيدا البيز بيكون اكسس اوف سيمتري، معناته بتطلع نقطة اف ميد بوينت للجي بي. فاذا بنقدر نستنتج انه هي ميد بوينت. فاذا بارت اي بدنا نقول اول شيء انه الجي اي بي از ان ايسوسيلس تريانجل، هو طبعا رايت فيكم تكتبوها بس انا بهمني انه ايسوسيلس بالمينيموم. السبب proved ببارت ان بارت 3، وعندي الزاوية A F B equal 90 degree inscribed angle facing diameter، معناته بقدر اقول so ال A F صار عبارة هيدا اللاين اي اف صار عبارة عن هايت، والهايت بالايسوسيلس بيكون اكسس اوف سيمتري از ان اكسس اوف سيمتري. طبعا بروبرتي اوف ايسوس ترينجل معناته اجباري زان اف ميد بوينت فور جي بي. نيجي للبارت بي، عم بقول لي شو ذا تو لاينز اف او اند اي جي ار بارلل. طبعا لتبرهنوا خطين بارلل في ممكن تبرهنوا زد شيب اف شيب لانه الالترناتيف كورسبوندينج، ممكن على البار تبرهنوا على الدياجونالز تستنتجوا الاوبوزيت سايد بارلل، وممكن على الميد بوينت سيرم. اذا بدي اجي اطلع على الرسم اللي معي، اذا بنطلع على الرسم وصلنا الاو بي هيدا الخط الاوبي، واضح انه هو لاين جوينينج تو ميد بوينت، انه الاو ميد بوينت للاي بي والاف ميد بوينت لمين؟ للجي بي، معناته لو اف يكون بارلل لمين؟ للاي جي باي ميد بوينت سيرم. فاذا حنقول ان التريانجل اللي هو اسمه اي جي بي بنسمي الميد بوينت عندي الاف ميد بوينت فور جي بي، طبعا بروف برهناها هلا، وعندي الاو ميد بوينت فور اي بي لانه سنتر اوف سيركل، سو باي ميد بوينت سيرم زان او اف از بارلل تو اي بي تو عفوا تو اي جي تو اي جي اند او اف ايكوال اي جي
over 2 by mid point 0. باللاست بارت طبعا بيطلب مني اخر بارت هلأ هون بارت اللي هو سي عم بقول لي ديديوس طبعا ديديوس معناته from previous part انه الاف او perpendicular bisector للاي بي فاذا لبرهن الاف او طبعا هنضبط هون رسمه عشان تخاطب معجل الرسمه عشان اعرف شو اللي معنى اياه انه انا عندي الاي بي الاو ميد بوينت والاف ميد بوينت وهون جي وعم بقول لي برهن انه نحن برهناه انه هيدا بارلل عم بقول لي برهن انه بيربنديكولار باي سيكتور يعني انا لازم برهن هاي 90 طبعا ما زال بارلل بتعرفوا انه هيدي 90 بروف معناته هاي الانجل ايكوال هاي الانجل اف شيب سول او اف بيربنديكولار باي سيكتور فاذا ببساطة حنقول لانه الاي جي بارلل للاو بي زن فينا نقول انه الانجل اف او بي بتساوي للانجل اي فينا اقول اي ايكوال 90 طبعا ما في غيره ما بتضيع بس هون لازم نسميها بثلاثة بوينت عشان اقول اي او السبب كورسبوندينج انجل او فيك تقولوا اف شيب معناته مدار الزاوية 90 و ثار معناته لو اف بيربنديكولار بايسكتور فور اي بي لانه ميكس انجل 90 اند باس رو ميد بوينت السبب ات ميكس انجل 90 اند باسز ثرو ميد بوينت ولهون بكون خلصنا يعطيكم العافية شباب صبايا